أكثر. تحية طيبة إلى كل مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، أهلا وسهلا بكم إلى هذا البث المباشر، معي أنا إبراهيم ضوي وزميلي المصور على ميز من إحدى محلات المجوهرات، أحد محال المجوهرات في مدينة النبطية، حيث سنتابع مع رئيس تجمع تجار الذهب في مدينة النبطية الحاج محمد جابر موضوع تراجع أسعار الذهب، وخصوصا مع ارتفاع الدولار، لأنه عم نشوف بالآونة الأخيرة والفترات الأخيرة كيف الدولار عم يطلع. من فترة الجمعة طلع الدولار لحدود 100,000، رجع نزل لل 94، رجع لل 92، يعني الدولار طلوع نزول والذهب يتأثر بطبيعة الحال بارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار. على كل حال تفاصيل أكثر نطلع عليها مع رئيس تجمع تجار الذهب في النبطية الحاج محمد جابر، أهلا وسهلا فيك يعطيك العافية. يعني اليوم بلش الحديث عن تراجع أسعار الذهب بفعل صعود الدولار، كيف فينا نترجم هذه المقولة؟ بداية الله يعطيكم ألف عافية على كل جهودكم. طبعا نحن من نحكي شوي عن موضوع صعود الذهب ونزوله، هيدي أول شيء بداية هي خاضعة ل إذا بدنا نشوف نحن صعود الذهب ونزوله بدنا نطلع على الاقتصاد الأمريكاني، البيانات الاقتصادية الأمريكية هي اللي في ارتباط وثيق ما بين صعود الذهب ونزوله المعدن الأصفر بالاقتصاد الأمريكي. بالنسبة لتفضلت انه نزل الذهب، هو حقيقة مرات بيكون في خبر لحتى يعطي فلاش، يعني هيك بحطوا انه في صعود مثلا او نزول، هو بيكون يمكن صعود او نزول كتير طفيف، يعني مثلا بتكون 1970 تنزل ل 1960 1955 بقول هبوط في الذهب. الهبوط والصعود الذهب بشكل قوي هو يعني بال 40 50 دولار 100 دولار هيك بصير على المدى القريب والمتوسط، هيدي اجباري لحتى يحققوا ارباح المستثمرين الكبار اللي بيتداولوا بالمعدن الاصفر، حتى يحققوا ارباح بصير في بيع وشراء، بصير حركه الذهب تقريبا بالعشر دولارات، مثلا بكون 1960 65 تنزل 50 ببيعوا هن فوق بيشتروا تحت. بس الصعود الكبير او الهبوط الكبير هو خاضع للسياسه الامريكانيه الاقتصاديه، البيانات الاقتصاديه بامريكا، التضخم. البيانات الامريكيه حكت عن التضخم بالاسبوع الماضي، قالت الى تباطؤ وتيره التضخم اذ زادت اسعار المستهلكين ببطء وتيره لها منذ اكثر من عامين. هي على فكره التضخم عندهم مرتبط بالتضخم بنسبه ارتفاع الفائده عندهم، بالبيانات الاقتصادية، التوظيف، البطالة، البناء، في عدة عوامل أو عدة بيانات أمريكية هي بتأثر مش بس على الذهب، على الاقتصاد العالمي، حتى على العملات، على اليورو، على الين، على السويس، على كل، حتى على السلع. هلأ نحن من نحكي شغلة بالوضع اللي بهذا السنة وأكثر شوية اللي عم طرأ على أمريكا، هو نسبة التضخم الهائل اللي صار، طبيعي أنه قيمة الدولار بتنزل. السلع الموجودة حتى بأمريكا يعني الشيء اللي كان حقه مثلا دولارين صار حقه 7 دولار، السلع الناس العالم، الوضع بشكل عام كمان بيأثر، يعني مثل الزيت، مثل السكر، مثل أي يعني أي سلعة ممكن يحتاجها الإنسان صار في ارتفاع هائل. إذا بنقيسها على الذهب ما صار الارتفاع الكبير بالذهب، لأنه هو في عم يحاولوا قد ما فيهم الأمريكان يحافظوا على سعر الذهب، طبعا لأسباب يعني بتخص الاقتصاد العالمي، بتخص دولارهم، قيمة الدولار اللي هو متداول عالميا، إلى جانب أمور سياسية متعلقة بأوكرانيا وبالحرب الروسية. اليوم حجم نحن بس بدي ضوي على شغلي وما حدا عم يلتفت لها، أكبر مخزون ذهب بالعالم هو المخزون الروسي، وحتى أكبر مناجم عالميا موجودة بروسيا، فارتفاع الذهب هو مفروض الضخم الموجود والوضع الاقتصادي الموجود عالميا، مفروض الذهب يكون مرتفع أكثر من هيك بكتير، ولكن حتى اللي ما تقدر روسيا سياسيا عم نحكي وعسكريا ما تقدر تبيع وتمول حملاتها العسكرية أو حروبها بأوكرانيا، فعم يحاول الأمريكان قد ما فيهم يضلوا محافظين على سعر الذهب تحت الألفين.
إذا بدنا نيجي نترجم شوي حاج محمد أنا وياك على الواقع وعلى الأرض، اليوم صحيح عم نحكي عن ارتفاع أو انخفاض بحدود ال 20 ل 25 دولار، ولكن عم نشوف حركة الناس، الناس لما تسمع الأونصة كانت ب 2000 صارت ب 1950، عم تنجم الناس إذا صح التعبير أو عم تروح على محلات الذهب لتشتري وتخبي، لأنه هلا بنعرف ما حدا عم يخبي مصرياته بالبنوك، عم يشتروا فيهم ذهب. على أرض الواقع الترجمة بدي أحكي، في نسبة كبيرة من الناس بالعالم بتسمع اخبار بتتاثر فيها، بس في نسبه اكبر هي اللي عم تتابع اخبار واسعار الذهب وارتفاعه ونزوله، وحتى بامور اقتصاديه وحتى كمان بالدولار واللبناني. يعني بتلاحظ انه كل انسان بيجي اذا بده يصرف 100 دولار بيقول لك هلا سعرها هيك، هلا سعر، يعني عندهم منصات، كل الناس يعني صارت فاتت بنفس اللعبه اللي فاتت فيها التجار، فبيجي هو عارف قديش سعر الأونصة. صار كل مواطن تاجر ابدا، يعني صارت في سهوله الابلكيشن، سهوله التليفون، يعني حامل هو بايده منصه وكل ثانيه بتعطيه السعر الحقيقي. فبيجي زبون بشكل عام بيجي بيقول لك هلا سعر الأونصة 1960، قديش بدك تاخذ عليها عموله؟ نحن مثلا كنت 60 نحط عليها 10 دولار 12 دولار 15 دولار ماكسيموم، فهو جاي وعارف كل شيء الزبون بشكل عام، بيكون عنده خلفيه وسوق على الموضوع. طبعا بالنسبه للمعادل النفيسه الاخرى عم نقول مثلا الفضه تراجعت كمان هيك بشكل بسيط، للوئيه البلاتين مثلا البلاديوم اذا مش غلطان، يعني المعادن الثانيه كمان، المعادن بشكل عام كله مرتبط ببعضه، حتى النحاس الحديد عالميا اغلبيه. هلا طبعا تتفاوت القصص، لانه مثلا اذا في نسبة عمار هائلة بمناطق تانية ممكن الحديد يتحرك لحاله مثلا بالمعادن، بس بشكل عام البلاتين والبلاديوم والذهب والفضة، الفضة أكثر شيء يعني بيطلع وبينزل متوازية مع الذهب، بس طبعا هو قيمة الفضة رخيصة كتير، يعني الأونصة كانت 23 صارت 25 دولار، طبعا هذا يعتبر ارتفاع هائل بالفضة، فبعود بينزل مثلا ربع دولار أو نص دولار الفضة بيقولوا فيه هبوط أو نزل الفضة. بس بشكل عام كل المعادن مرتبطة ببعض طلوع ونزول، هي لأنه مرتبطة بالدولار، الدولار الأمريكاني قوي. هو صراحة هلأ في سياسة أمريكانية، في مرحلة هلأ ماشيين فيها هي التشديد النقدي بسموه بأمريكا، هيدا عم يحاولوا كل فترة بيزيدوا ربع دولار على الفايدة، إذا ضلوا يزيدوا ربع دولار فايدة بيضل الدولار قوي، بيضل المعدن نازل أو بينزل أكتر، إذا وقفوا هيدي الشغلة ممكن الذهب نشوفه فوق الألفين 2200 2300 واكثر، يعني يمكن يفلت، بس طالما هلا الامريكان ضابطين الايقاع يعني بالاقتصاد بقوه الدولار تاعهم، هو الذهب محافظ على حاله دون على صعيد لبنان. عندنا سعر صرف دولار مقابل ليره لبنانيه كل يوم مش عارفين، ساعه بتوج ل 100 ساعه بينزل ل 80 ما حدا بيعرف، هل هيدا الشيء بيلعب دور ولا لا كله بيد البيانات الامريكيه والاسهم؟ نحن صار الاقتصاد اللبناني اقتصاد وطني محصور جدا ضمن بلدنا، ما بيتاثر ابدا بالاقتصاد الخارجي ولا الاقتصاد الخارجي بيتاثر يعني فيه. الناس بتقول انه هلا اذا صار الدولار مثلا 100,000 او اكثر بده يغلى الذهب، هيدي مش شرط يعني ابدا ابدا، يعني حتى صراحه في دول اكبر بكثير من لبنان يعني مثل روسيا الصين ما بتاثر مثل ما بتاثر امريكا باسعار الذهب، بس الدولة الوحيدة اللي بتأثر بأسعار الذهب، يعني اللي بده يشوف الذهب طلوع ونزول صراحة يراقب الاقتصاد الأمريكاني، يراقب البيانات الأمريكانية، يراقب البنك الفيدرالي كل أربعة تقريبا الساعة 9 بيطلع بيعطي تقرير، بس البنك الفيدرالي بيطلع بيحكي على ضوءه، يعني حتى أنا بتصور إنه رئيس البنك الفيدرالي بيكون مش عارف شو بده يصير، بس بيكون في تقارير بيقراها بيعلق عليها هي اللي بتحدد طلوع أو نزول، بده يراقب نهار كل نهار جمعة تقريبا، وحتى بخلال الأسبوع في بيانات أمريكية عن البناء عن المنازل عن البطالة عن التوظيف، يعرف المعادن الثاني هيدي بتحدد إذا الاقتصاد الأمريكي بهالفترات قوي او ضعيف، هو بيحدد قوة الدولار وضعفه، هو اللي بيحدد سعر الذهب طلوع او نزول.
بدأت معك حاج محمد بسؤال عن تقييمك للوضع بشكل عام، يعني الناس شو هلا عم تشتري ذهب ما عم تشتري؟ هلا نحن طبعا بلبنان هون انا شخصيا بنصح كل الناس والعالم بالتوجه نحو شراء الذهب، ما عم بحكي بكل المبالغ اللي معه، لنقول مثلا معه الانسان مبلغ 10,000 دولار يقسمهم 3,000 يشتري فيهم ذهب، القسم الثاني يا بيدخروا يا بيستثمروا بشيء ثاني. فأنا لأن النصيحة هذه يمكن من 30 سنة لما كانت الأونصة ب 250 دولار كنا ننصح الناس والعالم إنه أنت الشيء الباقي معك استثمروا بالذهب، أو أنا مش القصد إنه الواحد يكنس ذهب أو يخبي ذهب، هو الإنسان بشكل عام بيشتغل بيتعب بينزل منه عرق، حتى اللي يحافظ على تعبه وعلى عرقه يستثمر يحطهم بالذهب، لأنه الذهب حسب حركته التاريخية يعني نحكي نحن من 75 لوقتنا الحاضر كانت الأونصة ب 35 دولار. أنا لما بلشت أشتغل بالذهب عفوا ب 92 93 كانت أونصة الذهب 250. بال 2001 لما صار أحداث أيلول وكذا وتغيرت شوي هيك المشهد العالمي والاقتصاد تخربط شوي ارتفع لل 500 600. بال 2008 2009 صار في الأزمة العالمية بأمريكا وانكسرت بنوكي وصار البنك الفيدرالي أو الحكومة الأمريكية تطبع بالدولار سموه وقت التحفيز الكمي، كانوا يطبعوا كل شهر 80 مليار، طلع للألفين عاد رجع وقفوها هيدي طباعة الدولار، بلشوا ينزلوا فيها تدريجيا من 80 مليار لستين للأربعين، بس وقفت نزلت لونصل للألف ومئتين. لما عاد صار فيه خربطة شوي بالاقتصاد العالمي وبالحرب الروسية وإلى آخره، وصارت موضوع الكورونا كمان كان لها تأثير كبير بحركة الذهب والاقتصاد يعني بشكل عام، وهو الاقتصاد العالمي في تأثير كبير، المعدن هو مثل المرآة يعني الاقتصاد العالمي هو المرآة تقريبا، فعاد رجع طلع الألفين. وهلا بنحكي يعني إذا ما نحكي نحن من 20-25 سنة صار طالع تقريبا شي 10 أضعاف، يعني هلا اذا بصير في شيء ازمه معين وبيطلع ضعف واحد من ال 2000 بصير 4,000. فالانسان انا برايي يتوجه يستثمر يحافظ على تعبه، مش انه يخبيهم يكنزهم، يحافظ على تعبه جزء من المال اللي كان بده يحطه بالبنك او بده يخبيه بالبيت يستثمره بالذهب. بس في شغله مهمه، نحن قلنا انه السلع بشكل عام كلها ارتفعت بشكل هائل، من بين السلع هي الذهب، السلع الباقي ما بيقدر الانسان يشتريها، يمكن بيحقق ارباح فيها اكثر، ولكن هذه ممكن تتلف، ممكن تنتزع، ممكن تحترق، ممكن يجي مي عليها تنتزع، بينما الذهب يعني ما بينفع معه لا حريق ولا غريق ولا شنشط على الطريق. شكرا لك رئيس تجمع تجاره الذهب في لبنان استاذ محمد جابر على هذه الايضاحات، شكرا لك استاذ محمد. بعد المشاهدين مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي، استمعنا الى هذه التوضيحات فيما يتعلق بموضوع اسعار الذهب وتراجع اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار المستمر، وكذلك يعني سمعنا لبعض النصائح حول انه الناس ما حدا يخبي هلا مصرياته بالبيت، انما يكونوا عم يعني بهيدي المصاري يشتروا ذهب ويخبوا ذهباتهم بالبيت. على كل حال برجع بحييكم ابراهيم طبعا من صوت بيروت انترناشونال، الى اللقاء.